دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى إعلان لبنان دولة مدنية، متعهدا بالدعوة إلى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية، توصلا إلى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة. أشار عون في كلمة بمناسبة المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان إلى أن النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحا لزمن مضى، لكنه اليوم صار عائقا أمام أي تطور وأي نهوض بالبلد، عائقا أمام أي إصلاح ومكافحة فساد، كما قال عون. أيضا قال أن هناك حاجة لتطوير النظام اللبناني لتعديله ولتغييره أيما كانت التسمية، لكن الأكيد أن لبنان يحتاج إلى مفهوم جديد في إدارة شؤونه يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة. لمزيد من النقاش حول ذات الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت السيد توفيق شومان، المحلل السياسي اللبناني. مرحبا بك معنا سيد شومان في هذا النقاش. يعني هل نفهم من تصريحات ميشيل عون أنه فعلا نظام سياسي جديد في لبنان قد يكون قريبا من التحقق، خاصة إذا ما يعني قرأناه بالتوازي مع تصريح مشابه لحسن نصر الله زعيم حزب الله حين قال إنه عقد سياسي لبناني من المرجح أن يقام بالفعل جديد، عقد سياسي جديد؟ تحياتي إليك سيدة دينا وتحياتي على كل المشاهدين. أهلا بك. هذه أول مرة يطلق فيها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون دعوة لإقامة دولة مدنية، واعتقد ليس عن طريق الصدفه ان تلقى هذه الدعوه او ان تاتي هذه الدعوه متزامنه مع ما قاله اليوم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عندما قال باننا منفتحون على المبادره الفرنسيه، والمبادره الفرنسيه بعنوانها الاساسي والعريض الدعوه الى عقد سياسي لبناني جديد. على اي حال نحن امام عنوان عام، بالتالي الفرنسيون سلحوا هذا العنوان العام، رئيس الجمهورية لاقاهم في منتصف الطريق، وهناك حزب فاعل أيضا اللي هو حزب الله عشان أمين العام أيضا قال بأنهم منفتحون على المبادرة الفرنسية، لكن أعتقد بأنه هذا الأمر بحاجة إلى حوار، وأظن بأن كلمة الرئيس عون اليوم وأيضا حواره التلفزيوني المستمر حتى هذه اللحظة على إحدى القنوات المحلية اللبنانية تستبق بيوم واحد تقريبا الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. السؤال هنا أو على الأقل بعيدا عن الأسئلة، بس في توقع لبناني بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف ينقل الدعوة العامة أو العنوان العام لعقد سياسي لبناني الجديد إلى التفاصيل، بمعنى أنه سوف يلتقي مع 9 أحزاب سياسية لبنانية فاعلة ويناقش معهم ويطرح معهم بعض الفقرات التنفيذية وبعض النقاط التفصيلية حول العقد السياسي اللبناني الجديد. فإذا نحن الآن حقيقة وهذا مستجد أساسي في المشهد السياسي اللبناني وفي الواقع السياسي اللبناني، مستجد أساسي، رئيس الجمهورية يقول بأنه آن لهذا النظام أن يرحل، وبالتالي ندعو لإقامة دولة مدنية، والدولة المدنية هي تحمل أفرادها، وأيضا حزب فاعل قال بأنه هو مستعد أيضا للحوار والنقاش حول العقد السياسي اللبناني الجديد، يبقى الأطراف الأخرى، ولكن بدون شك حتى لو كان هناك توافق من الأطراف الأخرى، التسويات اللبنانية عادة صحيح بأنها تأتي على أرضية محلية، ولكن بالوقت نفسه يكون عادة لها غطاءان، غطاء إقليمي سوف أشرح ذلك، وغطاء دولي ايضا وسوف اشرح ذلك ولو باي شيء لو سمحت. يعني اتفاق الطائف على سبيل المثال عام 1989 كان برعايه اقليميه سوريه سعوديه امريكيه. مجيء الرئيس وهاب الشعار في العام 1958 كان برعايه مصريه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وايضا غطاء امريكي. الامر نفسه عندما اعلنت دوله لبنان في العام 1920 كان هناك غطاء اقليمي، مصر كانت اول الدول العربيه التي اعترفت بدوله لبنان، وبدون شك كان هناك غطاء دولي فرنسي وانجليزي ايضا. الان اعتقد بانه حتى اختصر، اعتقد
باننا امام مستجد اساسي، ولا اقول مرحله اساسيه، مستجد. طالما ان رئيس الجمهوريه قال بانه يجب ان يذهب لبنان نحو دوله مدنيه، يعني هذا يجب ان يناقش للاسف. طيب سيد شومان، انا ساعود لنقطه الغطاء، سأعود لنقطة الغطاء الإقليمي أو الدولي لاحقا، بس يعني قبل أن نترك الداخل اللبناني، في أي نظام سياسي هناك مستفيدون، حتى وإن كان هذا النظام السياسي سيء إلى أقصى درجة، لكن هناك يعني مستفيدين. فهل هي دعوة جادة بالفعل لإنشاء عقد سياسي جديد؟ كيف سيكون موقف المستفيدين من النظام السياسي الحالي أو من العقد السياسي الحالي، خاصة وإن كان يعني هؤلاء المستفيدون رقما مهما في ميزان القوى اللبناني؟ يعني هو بالعموم، يعني طبعا نحن الان نطبق كل شيء، نناقش عناوين كما يقال دائما. نعم هي فرضيه يعني نناقشها حتى اللحظه. نعم هي احسن ابراز، هي فرضيه بدون شك. يعني في مستفيدون كثر على المستوى المحلي، اعتقد بانهم وان لم يجهروا سابقا بانهم يريدون تغيير الدستور وبالتالي مراجعه النظام السياسي اللبناني، هؤلاء موجودين. ولكن هناك مساله اساسيه انا اتكلم فيها بصراحه، انه يجب ان يحظى اي حوار لبناني، يجب ان يحظى اي حوار لبناني بتوافق صعودي ايراني وبغطاء دولي. لغايه الان هذا التوافق غير موجود، ولكن على ما يبدو بان الفرنسيين من خلال اتصالاتهم في طهران والرياض، على ما يبدو بان لديهم بعض الاوراق المستوره لغايه الان. يعني في معلومات الان متداوله في لبنان بان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد يذهب الى السعوديه في فتره ما، وهو على تواصل ايضا مع المملكه العربيه السعوديه، وكان على تواصل قبل ان ياتي ايضا الى بيروت، كان على تواصل مع الرئيس الايراني، هذا وزير الخارجيه الفرنسيه اتصل ايضا بوزير الخارجيه الايرانيه. اعتقد حتى ينطلق الحوار المفترض، وهنا اعود مره ثانيه الى المفردة اللي حضرتك دخلت فيها وهي في مكانها الصحيح والسليم، هذه فرضيه، ولكن هذه الفرضيه تبقى بحاجه الى هذا الغطاء السعودي الايراني، وفوق الغطاء السعودي الايراني الذي هو غطاء اقليمي بحاجه الى غطاء دولي. وهنا من خلال شاشتكم اعتقد بانه يجب، واكرر مره اخرى، يجب ان يكون لمصر دور اساسي في اي محاوله لاعاده استيلاء لبنان الجديد. وقلت سابقا واكرر مره اخرى بان مصر كدوله رائده ودوله قائده ليس لديها اي خصوم على الساحه اللبنانيه، وهذا يؤهلها للعب دور واسع وللعب دور ريادي. وبالتالي اعود واختم واكرر واختم وانهي، يجب ان تكون مصر حاضره في ولاده لبنان الجديد. طب قبل ان نختم تماما هذه المداخله سيد شومان، يعني هذا العقد السياسي ان ما تم بالفعل ودخل حيز تنفيذ او اتفقت عليه الاطراف اللبنانيه وحظي به الغطاء الاقليمي والدولي كما تحدثت حضرتك منذ قليل، ما هي تفاصيله او على الاقل الخطوط العريضه فيه برايك؟ يعني طبعا يعني انا اقول، يعني اعود واكرر، ليست التفاصيل، انه التفاصيل يفترض ان تستولدها عمليات الحوار. في معلومات الان فيما التغيير، يعني نتحدث عن عقد سياسي جديد، عقد سياسي مختلف، عقد سياسي جديد، اول تغيير الدستور او تعديل بعض الفقرات الدستوريه. يعني في طرح بريطان على سبيل المثال تخصيص الولايه الرئاسيه لرئيس الجمهوريه مقابل تعزيز صلاحيات الرئاسه. يعني بدل ان يكون هناك ان تكون الولايه الرئاسيه في السنوات يمكن تخفيضها الى 4 سنوات، ولكن يحق رئيس الجمهوريه التجديد، يعني مرتين على الطريقه الفرنسيه او الامريكيه، وبالتالي يتم تعزيز صلاحيته ولا يبقى لدوره ثالثه. ايضا مطروح المداوره ايضا، بمعنى ان يكون رئيس الجمهوريه مرة مسيحي، مرة مسلم سني، ومرة ثالثة مسلم شيعي، وهكذا بالنسبة للرئاستين الثانية والثالثة. هذا من ضمن المطروح، هل يلقى هذا توافق؟ ولكن على الأقل يتم مناقشته ولو بالأروقة المغلقة.
زائد ايضا ما له علاقه بصلاحيات مجلس الوزراء، وايضا بما له علاقه بصلاحيات ايضا مجلس النواب. نعم. هذه عناوين مطروحه ولكن بحاجه الى توافق تفصيلي حولها. هذا التوافق غير موجود، لذلك يعني الفرنسيين على ما يبدو او الفرنسيون على ما يبدو بانه في المرحله الثانيه قد يدعون القوى السياسيه اللبنانيه الفاعله الى مؤتمر حواري في فرنسا كانوا دعوا اليه في العام 2007 في ضاحيه في احدى ضواحي باريس اللي هي فانكلو. ما يقال الان في لبنان او ما يترتب انه الفرنسيون قد يكررون هذه المعادله. شكرا. او هذه الدعوه بحيث انه يمكن استضافه اللبنانيين لشهر او لشهر ونصف حتى يتم التوافق على تمثيل في توفيق الشومان المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.